السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ويانا السيارة الجديدة من فورد، فورد إيفرست الجديد كليا الجيل الثالث. راح نشوف إن شاء الله نفصل الفيديو هذا مع بعض. حياكم الله، مشاهدة ممتعة. في بداية المقطع راح تلقون كافة تفاصيل فورد تحت بوصف الفيديو، وأيضا سعر فعل الريال اليوم اللي هي أعلى وحدة ليميتد 13,999 دينار كويتي، يعني 14,000، والفئة الأقل 12,999 كويتي. هذه فئة الليمتد أعلى وحدة اللي أنا اليوم راح نشوفها إن شاء الله. تتوفر الفورد إيفرست في 7 ألوان خارجية، والكفالة عليها 5 سنين أو 100,000 أيهما أقرب. والفروقات السريعة من الأمام الكروم وشكل الشبك غير، وأيضا راح يكون شكل الرنجات والكروم الخارجي على مقابض الأبواب، وأيضا على المرايات الخارجية راح تشوفها، وأيضا الدبة اللي خلفية تكون كهربائية، والكراسي اللي بالخلف تكون تقدر تنزلها وترفعها بفئة ليمتد بشكل كهربائي. خلونا ناخذ جولة سريعة عن سيارة من كل صوب، نكمل المواصلات بعد ذلك إن شاء الله. في البداية خلونا نشوف المحرك، والمحرك يكون في تقنية الإيكوبوست الشهيرة التيربو من فورد، حجمه 2.3 لتر 4 سلندر، يولد 296 حصان، وعزم يصل ل 430 نيوتن متر، متصل بجير أوتوماتيكي من 10 سرعات الشهير الشراكة بين جي أم وفورد. هذا هو الجير المستخدم هنا. ونظام الدفع يكون دفع رباعي أو دفع خلفي، تقدر تخلي دفع خلفي أو دفع رباعي، عندك الخيارين، مو اول ويل درايف، مو دائما شغال على الاول ويل درايف، فيكون دفع ثنائي ودفع رباعي. وصرفيه الوقود اللتر الواحد من البنزين 11.9 كيلو، يمشيك 11 تقريبا 12 كيلو. وسعه تانك البنزين تكون مقاسها 80 لتر، السعه مالته يمشيك قرابه 952 كيلو. طبعا مو شرط تعطيها كل الارقام هذه، على حسب ظروف القياده. ولا اللي مستغرب منه ان فورد مستخدمين كاب عاديه مو كابلس، دائما يحطون بدون غطاء على طول تحط البنزين، فانا مستغرب من حاطين الكاب هذا. ايضا البنزين يكون 91 تقدر تعبيه، ما عندك اي مشكله. الفورد رينجر الجيل الثالث الجديد كليا، طبعا الاول جيل طلع سنه يمكن 2003، راح احط لكم الصوره الحين يطلع لكم. هذا هو الجيل الاول، الجيل الثاني ما وصل لنا اللي هو اللي قبل هذا، الجيل الثالث تو وصلنا اللي هو يعتبر الجيل الثالث من سيارات او سياره فورد إيفرست. وفورد إيفرست الجديد كليا الجيل الثالث، هذا مفتاح ويانا مثل ما تشوفون، في تقفل وتبطل السياره، وايضا فيها تقدر تفتح الدبه بشكل تلقائي. اللي يميز الفئه اليانا اليوم تكون من برا الكروم الطاغي على السياره من كل صوب، تشوفون الشبك مختلف عن الشبك الموجود هناك، ما في كروم الاطار هذا الكروم، وايضا انظمه السلامه هني تكون بالكامل موجوده، ايضا في صف تلقائي مثل ما تشوفون، في حساسات على الجنب، هذه انظمه السلامه، وفيها ايضا الرادار مثل ما تشوفون، فيها هني الخروج عن المسار، والرادار يكون موجود تحت هذا مكانه، فيكون فيها انظمه السلامه تكون بشكل جدا ممتاز، وكافه النقاط العمياء 360 درجه موجوده في السياره، حتى الصف التلقائي مثل ما قلت لكم تصفط السياره من نفسها، ومنع التصادم الامامي، وايضا فيها النقاط العمياء. وفورد إيفرست فيها تقنيه مساعده اخذ او مساعده القلص، انك تقلص وياك مقطوره او شيء، ففيها مساعده للمقطوره بشكل جدا ممتاز موجود في السيستم ماله او النظام ماله. مثل ما تشوفون من الامام كانه هو الفورد رينجر الجديد، راح اصور لكم اياه شكله من الامام، تقريبا نفس شكله، لكن هذا يكون شكل اس يو في او شكله مثل ما نسميه احنا بالكويت جيب. ومثل ما نشوف التصميم الامامي مال فورد، طبعا الاشاره يكون هالجن عادي موجوده فوق هني مثل ما شفنا قبل شوي في التصوير السريع، ايضا في بصمه فورد ال اي دي موجوده هني مثل ما تشوفون، وهذا الدرجه الاولى اللي هو الليمتد في الضوء العالي يكون تلقائي، مو نفس الدرجه العاديه، هذه يكون فيها ضوء تلقائي، في حال ما شاف سيارات بالامام يفتح العالي من نفسه. كشافات ضباب موجوده بالاسفل من ال اي دي. مثل ما نشوف الواجهه الجديده من فورد، هذه تقريبا هذه هويتهم حاليا. عندنا ايضا تحت فلابرز او صفاقات تبطل وتسكر على حسب احتياج الهواء، فهذه تتحرك في حال ما احتاج السياره هواء، يحس لك السيابيه يسكر هذا اللي حق الكولر تحت. وعند الكاميرات هذه من اصل 4 كاميرات، مثل ما تشوفون فيها واشر او مكان للتنظيف، في حال انك شغلت المساحات هذه راح تنظف لك الكاميرا معاها مره واحده يعني. والفورد إيفرست تنافس فئه نفس التويوتا فورتشنر، نيسان اكستيرا، والفئه هذه من السيارات
عادة السيارات هذه تكون سيارات عملية جدا وللاستخدام، فتكون جدا عملية وعائلية بنفس الوقت، تقدر تروح فيها برا وتقدر تروح فيها اللي تبي. فمحركة ما شاء الله اللي موجود اليوم ويانا جدا ممتاز، يعتبر من الأقوى ضمن المنافسين اللي هو الفورد إيفرست. والأبعاد الخارجية في العرض تكون 1923 ملي متر، وطول قاعدة العجلات من الإطار الأمامي إلى الإطار الخلفي 2900 ملي متر. الطول الإجمالي للسيارة 4914 ملي متر. ارتفاع عن الأرض 1837 ملي متر. والإطارات تكون من جودير شركة أمريكية، مقاس التاير نفسه 275، فأعرض من الفئة الأقل، وحجمه يكون 275 45 21 إنش، فحجمه ما شاء الله جدا عملاق الرينج. هذا هو الفورد إيفرست من الخلف. طبعا شوف هذا البولج أو النفخة هذا اللي طالعة، شكله جميل جدا صراحة، معطيها حضور جميل. أيضا في فوق مثل ما تشوفون أنظمة الراديو، أيضا في مكان الأريال مال الراديو نفسه، وفي مساكات هذه تقدر تثبت عليها أشياء وتحمل عليك عليه ما عندك أي مشكلة. وهذا هو الفورد إيفرست من الخلف. طبعا الليتات تكون بالLED، الإشارة تكون مو LED، إشارة هالوجن عادية. عندك بصمة الفور باي فور، أيضا هذه حماية للأغراض راح نشوفها إن شاء الله. عندك السنسر موجود هنا موجود على الجنب، معناتها السيارة فيها صف تلقائي. مثل ما تشوفون تحت عندك مكان السبير، وأيضا الديفرنشال الخلفي أو محور خلفي مثل ما تشوفون، وفي عادم واحد هنا، فقط العادم واحد ما في عادمين. مثل هذا مكان الجلس تحت مع مكان مخرج للطاقة الكهربائية حق المقطورة الخلفية إذا كانت تدعم الشغلة هذه. في عندك فتحة دبة بشكل، بس تحط رجلك هنا راح تفتح وياك مثل ما تشوفون هنا، هنا المكان. السعر الخلفية في حال أنك رافع الكشنات اللي بالصف الثالث، طبعا هذه فيها الصف الثالث يكون كهربائي فقط الفئة هذه، الفئات العادية تكون يدوي، ففي حال انك رافعهم راح تصير وياك 259 لتر. وهنا عندك الازرار خاصه في الكشنات، فقط تضغط ضغطه واحده راح ينزل بشكل تلقائي، مو لازم تضغط تضل ضاغط على الدقمه. ايضا عندنا مكان هنا، في مكان انت ما تشوف المسكات هذه غريبه صراحه، فهي على اساس تمسك تحطها كذي وتمسك لك، صراحه هندسه جدا ممتازه. طبعا في ثنتين مو واحده، موفر لك ثنتين مثل ما تشوفون، تثبتها وتكون تقدر تستفيد انها تكون حاجز للاغراض مثلا، وايضا بنفس الوقت تعطيك مجال انك تفتح الاشياء هذه وتستفيد منها. وهني ايضا السبير تفتحها عن طريق الربر هذا، وتقدر تفتح السبير ويل عن طريق العده اللي موجوده داخل. حتى حاطين لك وين الجيك، وين تحط الجيك بالضبط، حتى شكل الايفرست من الخلف من الخارج جميل جدا. نزلهم كذي تحطها داخل ثاني مره، مثل ما قلت لكم هذه تقدر تستفيد منها. في مكان تخزين هنا صغير، والكشنات الخلفية عندهم مخرج طاقة موجود هنا، مو حق الكشنات الخلفية، مكان الكشنات الخلفية موجود هنا مثل ما تشوفون، في مخرج طاقة هنا. المكيف بالسقف موجود مثل ما تشوفون، في عندهم إضاءة LED موجودة بالسقف. راح نشوف إن شاء الله الكشنات اللي بالخلفية إن شاء الله بعد شوي. في حاملات كواب، مكان تخزين للآيباد والأشياء هذه موجودة هنا، وفي سماعات بانج أند أولفسن 12 سماعة راح نشوفها إن شاء الله من الداخل. إذا خلاص تقدر إنك تسكر عن طريق الزر، أو حتى ثاني مرة تقدر ترفس ويسكر من نفسه. سكر. خلينا نشوف السيارة من داخل. طبعا كل سنتي تخلي مفتاح بجيبك، تدخل دخول ذكي بدون مفتاح، فقط تحط يدك ويفتح وياك، تقفلها عن طريق المقبض او المسكة هذه السوداء. ايضا عندك هنا المنظرة فيها النقاط العمياء مثل ما تشوفون، فيها هنا كاميرا جانبية موجودة على الجنب، وفي LED والكروم اللي يميز الفئة هذه. والسيارة اليوم اللي هي الليمتد تجي الداخلية من الجلد حتى الفئة الاقل XLT. اللي يميز الداخلية هذه انها فيها امبيينت لايت او الاضاءة الداخلية، وهذه هي الاضاءة الداخلية تقدر تغيرها عن طريق الشاشة. ايضا عندك الباب ومسكة الباب السنادة جدا ممتازة، عندك هنا الدرايش بشكل كامل هنا تقدر تفتح وتنزلها، وعندك هنا طي المناظر بشكل يدوي من هنا، وايضا عندك مسكة فورد المتعارف عليها حق الباب موجودة هنا. في مكان تخزين تحت بالاسفل، والسيارة مثل ما نعرف تنصنع في تايلاند، عادة الفئة هذه كلها تنصنع في تايلاند، فعندهم خبرة كبيرة في مجال السيارات هذه. أيضا عندنا هنا بالأسفل في دعم قطنية الظهر، وأيضا تقدر تحرك الكشن ثمان وضعيات موجودة في المقعد هذا. ومثل ما نشوف عندنا بالفئة هذه فقط حصري يكون في فتحة سقف بانوراما عملاقة ما شاء الله. خلونا نشوف الفورد إيفرست ليمتد من الداخل. عندك زر التشغيل يكون موجود هنا،
وعندنا السكان موجود هنا، في عندك اربع سبوك يسمونه، في البيانو بلاك موجود هنا، وايضا الشكل الكروم موجود بالاسفل من الجلد، والتطريز يكون مثل ما تشوفون متداخل جميل جدا. تمنيت يكون في لون ثاني عن اللون هذا، مثل اللون الابيض راح يطلع جميل جدا. عندنا في شاشة مني موجودة، وفي ما شاء الله شاشة كبيرة 12 انش فيها النافيجيشن فقط على الليمتد، الفئات العادية ما فيها النافيجيشن. وايضا هنا الازرار خاصة في الشاشة هذه راح نشوفها ان شاء الله. عندك هنا مساحات بشكل اوتوماتيكي، وايضا ضوء عالي يكون تقدر تخليه بشكل تلقائي. عندنا بالاسفل تحت هنا نظام الليت او الاضاءات، تخليها اوتو، تطول على الاضاءة وتكسر، تنزل وتخفض الاضاءات الخارجية. وعندك زر الدبة موجود هنا، وفي حامل اكواب جدا جميل موجود هنا على الجنب، حتى موجود على حق الساي جنب الراكب موجود تحت هنا، عشان اوريكم اياه. هذا هو بشكل عام داخلية السيارة، شيء جدا جدا جميلة، وجودة المواد تعتبر ممتازة جدا. والشاشة فيها أنظمة مثلا تقدر تشوف كمبيوتر الرحلة والأشياء هذه، استهلاك الوقود مع المصابيح المقطورة في حال انك ساحب شيء، حالة السحب، تقدر انك مثلا حالة الطرق الوعرة مثلا تفتح الصفحة هذه راح توريك مثلا مؤشر حالة مؤشرات قياس المركبة، مثلا تحتاج مثلا مؤشرات القياس اللي هو عمر الزيت، وفي حال انك غيرت مثلا وقود والرحلة راح يعطيك معلومات مهمة. عندك مثلا اوتو ستار مثلا، يعني الرحلة الوحدة الاولى راح يعطيك معلومات تهمك من ناحية استهلاك الوقود، وايضا اوتو ستارت ستوب، حزمة الامام منه مرابط منه مرابط، والاشياء هذه موجودة في الشاشة اللي موجودة هنا. ما شاء الله الشاشة فيها اشياء كثيرة، مثلا الملاحة تقدر تحط لك اياها، ايضا الاعدادات تقدر تغير طريقة العرض لك، مثلا العداد هذا شوف مثلا حاليا مثلا بس عداد رقمي، او تبي ال خليني اوريكم اياها قبل لا نخلص. حتى محتوى الشاشة تقدر تغيره، او تخليه مؤشر السرعة الدائري مثل ما تشوفون هنا. وعندنا الشاشة الوسطية جاي بالطول، حجمها 12 انش مثل ما احنا عارفين من الشركات الامريكية اغلبها الحين تحطها بالنص كذي بشكل طول عفوا، على اساس يستغلون المساحة. اذا حطوها بالعرض راح تاخذ مساحة كبيرة هنا، فوجهة نظر من الامريكان. عندك هنا نظام النافيجيشن موجود بلت ان في السيارة، ايضا هذا من انظمة الراديو، فقط تضغط هنا اختصارات هذه. ايضا في عندك مساعدة المقطورة، انك تسحب المقطورة يعطيك تشيك ليست او الاشياء، مقطورة افتراضية، اضافة مقطورة، راح يقولك ادخل الاسم وحط، وراح يتابع وياك خطوة خطوة لين ما تركب المقطورة بشكل ممتاز جدا ومحكم. تأكيد مراحل التصوير تشوف مثلا شيء تقليدي، حط هذول، حط الكهرباء، ووصل السلاسل، حط الكهرباء اذا كانت تدعم، ولازم تشوف المصابيح، لازم تتأكد من هذه، فهذه يعطيك تشيك ليست كامل، وتعدل حتى المناظر الخارجية يقول لك، وأيضا الكبح التلقائي موجود في السيارة، عفوا الكبح مال المقطورة موجود في السيارة. وأيضا نظام التكييف يكون مدمج في الشاشة، وأيضا في اختصارات حق نظام التكييف نفسه تقدر تطفيه وتشغله من هنا. عندك أيضا للأسف فقط تدفئة موجود مثل ما تشوفون، فقط التدفئة. النافيجيشن يعتبر جيد جدا ممتاز، واستجابته لللمس جدا ممتازة مثل ما تشوفون، تقدر تروح بشكل سريع جدا وتستفيد من النافيجيشن. أنا دائما أقول لكم النافيجيشن مهم في السيارة صراحة، حق اللي بيسافر بالسيارة أو شيء. هني تشوف الإعدادات الخاصة في السيارة، الاتصال، أيضا في حال أنها السيارة متصلة بالأبل كار بلاي والأندرويد أوتو يعتبر، وتقدر توصلها بشكل بدون واير. الشاشة صراحة جودتها جدا جميلة، في هني كاميرات، شوفوا الكاميرات صح أن شكلها غريب، يعني شوي بالطول صايرة وتحت صغيرة جدا، تستفيد منها مثلا تضغط هني وتقدم شوي تشوف السيارة مثلا من الخارج، فيعطيك أشياء هني مثلا تسوي زوم على المكان هذا وتسوي تقريب أو تكبير، تقدر أنك تستفيد من الكاميرا. أيضا هني في إعدادات خاصة كاملة في السيارة، مثلا تشوف حتى اذا كنت بتسحب لك شيء قلص اضغط هذه وراح يحط لك ورا بالضبط، موجوده فوق مثل ما تشوفون، يعطيك المكان وين موجوده بالضبط. اسفل الشاشه عندنا مكان للتكييف مثل ما قلت لكم، ايضا في هني تايب سي وتايب اي موجود بالاسفل، في شحن وايرلس واضاءه داخليه. الاضاءه المحيطيه فقط تكون في الامام مو موجوده بالخلف، وفقط تكون على الليمتد حصري ما ينزل على الفئات الاقل. ايضا في هني شكل تطريز جميل صراحه معطيه حضور، وهذا المكان هذا صراحه شكله جميل. وهذا المكان الوسطي عندك الجير، الجير لو تشوفه هني تحس انه كهربائي، لكنه شوفهم
غير ميكانيكي فيتحرك. انا صراحه اشوفه غريب ما يتحرك من مكانه، فقط يلف فوق وتحت، فتصميمه غريب. وهذا السايد بريك يكون يدوي او الكتروني عفوا، وفي هني اثنين حاملات كواب غير الحاملات الكواب الاثنين، فقدام فيها اربع حاملات اكواب. وعندنا هني الانماط القياده موجوده فوق هني، درايف مود، وفي فور اتش وفور لو اللي دفع رباعي ثقيل، وفي ايضا دفلوك خلفي تقدر تقفل القفل التفاضلي في المحور الخلفي. عندك هني هذه صفحه الطرق الوعره، تضغطها راح تفتح لك الكاميرات، وايضا يعطيك مهمه قراءات مهمه تهمك مثل الضغط، وهني تقدر تقفل الدفرنشل مثل ما تشوفون. وهني يعطيك نزول منحدرات تقدر انك تثبت السرعه بشكل جدا ممتاز. هني الحساسات تقدر تشغلها وتطفيها. ايضا هني في شاشات خاصه في الطرق الوعره، زاويه الميلان مثلا راح اوريكم اياها ما دام اننا وصلنا هني. هذا زاويه الميلان، او ايضا زاويه السكان وين مكانه بالضبط. وعندنا زر التراكشن، وايضا زر هذا مساعد الركن مثل ما تشوفون، تصفط السياره من نفسها تلقائي ملاحة إلى فسحة الركن أو مساعد الركن فيصفط، لأن السكان كهربائي فيصفط من نفسه بدون أي مساعدة. وفي مكان تخزين هني نسيت أقول لكم إياه، في عندنا مكان تخزين هني. طبعا السيارة ممتازة في أماكن تخزين، عندنا هني مكان تقدر تشيله مثلا تستفيد منه بالخردة. عندنا 12 فولت داخل، للأسف ما في ثلاجة، لكن فورد يعني بوريكم الحين إن شاء الله مكان مستفيدين منه بشكل ممتاز. عندنا هني سنادة هني فيها إضاءة، حجمها يعتبر جيد. المكان المستفيد منه كاتبين عليه ايفرست هني، في جلد هذا تشوفون تضغط، وفي اتمنى تكون واضحه في هني مكان تكييف تشوفون، هذا مو تكييف يعني يدخل هواء بارد يحافظ لك على المشروبات والاشياء هذه. هذا المكان اليسار الفتحه هذه تعتبر تكييف داخل المكان هذا. وفوق عندنا بيت للنظاره او حامل للنظارات، وفي عندنا ليتات ال اي دي، وفي هذه فيها تعتيم تلقائي موجود هنا، وأنظمة السلامة طبعا تكون فوق. هذه فيها الليت هالوجين عادي، تمتد ممتاز جدا، تمتد على الراحة شوفهم، يعني ممتازة تعتبر. وخلونا نشوف الفورد إيفرست من الخلف. طبعا الباب فيه ميزة ممتازة انه يفتح تقريبا الى 90 درجة مثل ما تشوفون، نفس المواد اللي بالامام، هذا الجلد الطري وايضا مادة الجلد الممتازة العملية، وايضا هني في مسكة نفس المسكة اللي بالامام. عندك هني تقف غريبا حاطين هني تقفل وتبطل الابواب، صراحة غريب. ايضا في عندنا هني مكان تخزين بالاسفل، وعندنا الكراسي اللي بالخلف. في حال انك تبي تطويهم ما تنطوي بالكامل، تطويها كذي وتقدم، لان هذا يفيدك اذا في حال انك مركب كار سيت او كراسي الاطفال، تقدمها وفي مكان انك تصعد الى الخلف. طبعا مكان مخصص للاطفال اكثر، لكن مثل ما تشوفون يعني في مكان ممتاز جدا. وفي ايضا مثل ما قلت لكم قدام في 12 فولت موجوده بالخلف، وهذا هو الفورد ايفرست من الخلف. طبعا الكشن جدا ممتاز، عندنا تجويف، هذا عندك سعه جدا ممتازه، وفي مكان للتخزين. المكان للركاب اللي بالخلف يكون المقاعد مرتفعه، فيعطيك تاثير المسرح، فيعطيك احساس في انك داش مسرح جدا ممتاز مرتفع المراتب اللي بالخلف. ايضا عندنا في مكان للتكييف يكون يدوي بالكامل من هنا، تقدر تستفيد منها تطول تقصر. وعندك فقط طبعا منطقتين فقط مو منطقة ثلاثة مفصولة، عندك USB Type-C Type-A للشحن، وفي 400 واط تقدر تركب عليه إلى 230 فولت، ممتاز جدا. عندنا هني أيضا مكان سنادة وسطية، وفي اثنين حاملات كواب ممتازة جدا. طبعا أكيد ايزوفيكس موجودة للأطفال، موجودة بالأسفل مثبتها هني، تقدر أنك تدخل الكار سيت بشكل تلقائي. بالنص هذا الهب هذا او الرفعه ممكن يتاذى اذا كان واحد طويل وراكب بالنص، لكن يعتبر مو كبير حيل، فتقدر تسوي ما شاء الله السياره فيها سعه جدا ممتازه. في نهايه المقطع حاب اشكر شركه فورد على توفير السيارات التجربه بشكل كامل في معرض الشويخ. في حال انكم تبون تواصلون وياهم تلحق في وصف الفيديو راح تلقون كافه تفاصيلهم. حياكم الله، والى مزيد من مراجعتنا مساري، شكرا على المتابعه.